دائما منعزل قاعد بزاوية ويقعد يلعب بالموبايل راح يكون عنده هذا توتر وخوف، بينما أنا إذا أشغله بالأعمال المنزلية ألعب معانه أقضي وقت مع الأطفال هذا كله راح يزول هذا التوتر. نظره بصوره صحيحه نغسل ونغسل ديانا ونحافظ على اولادنا، وبعد ما يغسلون هذا لما يجون يفتحون الحنفيه يخلون لهم كلينسا يسدونها ويمشون، ولما الطعام ياكلون ياكلون نغسل الفواكه نغسل الخضراوات. خلال تفشي فيروس كورونا قامت منظمة الغد لرعاية المرأة والطفل بتقديم التوعية للأطفال عن طريقة غسل اليدين بالطريقة الصحيحة لتقليل خطر الإصابة من فيروس كورونا. قامت منظمة الغد مشكورة بتوفير الدعم لنا من خلال السلال الغذائية والدعم التوجيهي والمعنوي وتوفير العلاج لابنة المريضة، والحمد لله والشكر. تقوم منظمتنا منظمة الغد لرعاية المرأة والطفل بالشراكة مع منظمة اليونيسيف العالمية بتوزيع بروشرات التوعية على الأهالي لمعرفة كيفية غسل اليدين بصورة صحيحة ولتعليم أطفالهم، وكذلك نقوم بعملية الدعم النفسي اللي هي PSS إعطائها للأطفال، وكذلك إعطاء الدعم المعنوي والنفسي للأهالي.